من وقت اللي كنا صغار كنا نلاقي الحبابات والامهات يحبون الذهب، لكن مو بس للزينه، رغم انه خرج الوحده تتباهى بيه لانه اشكاله حلوه وثقيل، بس هم كانوا يفضلون يجمعونه لايام الزنقات تتبيع الوحده ذهبها وتفك ضيقه بيتها. بلشت مهنة الصياغة بالدير على إيد الصايغ المارديني بطرس مكية أو بطرس ملكية، بينما بفريق ثاني يقول بأنه أقدم الصياغة أجانا على الدير من الموصل وعانى العراقيات، بس المعروف أنه افتتاح سوق الصياغ كان من قبل الصياغ المسيحيين واليهود. إذا حبينا نعد الصياغ رح نحكي بالبداية عن الصياغ اليهود، ومنهم صالح إسحاق ومرته ديرية وأولادهم إسماعيل وعبد الغني، اشتغلوا حتى مثل أبوهم بالصياغة، وبيحتين الصايغ حسقيل وابنه إدوارد والحاخام إبراهيم يلي كانوا كلياتهم يشتغلون بالصياغة وصرافة المصاري بنفس الوقت. آخر الصياغ كانوا شاؤول وهلال، وهاجروا هذول الصياغ اليهود بسنة 1948 من الدير وما عاد حدا عرف عنهم شيء. أما الصياغ المسيحيين فهم على سبيل المثال حنا عبد الله وابنه اسكندر، عبد الكريم أصله، يعقوب وجورج بوغوس، شفيق وكريم حنتي، ورمضان وجوزيف بحادي، وإلياس عمشة. وطبعا بيكومة صياغ مسلمين من أقدمهم عمر الشنتوري وعباس الطحطوح وجاسم الجعفر ونجم عبد الله البالنجي وعبد الله ويوسف المصلاوي وأمين الأحمد وجمعة العنقاوي. وأنواع تشكيلات الذهب الديري كثيرة ولها أسماء خاصة بها، ومنها الملاوي الديرية أو المباريم، وهي نوع من السوارات الذهب الثقيل لأنه وزن الجوز الواحد منها ما يقل عن 100 جرام المقدار الديري، وهو زاد نوع من السوارات الثقيلة بس اللي يميزه أنه عريض وممكن يكون عرض الواحد بين 4 إلى 7 سنتي يعني حسب الحجم والثقل، ويجي نوعين إما صب أو نفخ يعني مثله مثل الملاوي، بس الفرق أنه يكون وزن الجوز منه 400 جرام. التراشي الديرية وهي حلق ينحط بالإذن وبيقلها أنواع أكثر، بس الغالب أكثر شيء هي حبة الشعير يعني يكون شكل الحلق على هيئة حبة الشعير. الجردانة وهي نوع من الأطواق أو القلايد الكبار ومشنشلة بنهايتها بالخرز وتدلى لتحت الصدر. أول شخص ابتكر هذا النوع من الذهب هو الصايغ كريم الحنتي، وابتكر حتين شكل ثاني من الذهب وهو اللبة. أما الحجاب فهو قطعة ذهب مثلثة موصولة بسنسال طويل توصل للبطن، وهي كانت كشكل تعبيري عن طرد العيون أو حتى لأبعاد الحساد بالعامية ويسمونها حجابة، وبيشكل من أشكال المصوغات الذهبية واسمه الخزام، وكان عبارة عن حلق لكن ينحط بالأنف يعني مثل اللي تشوفونه بالأفلام الهندية، ولساته مستخدم لحديت هالأيام وإله أشكال وأحجام مختلفة. طبعاً بي أشكال ثانية حتى من القلايد منها المخمس والمصحف والقردون وبأنواع حتى كثيرة من هذول. وما ننسى ذهب الأولاد الصغار لأنه حتى إله شغله لحاله، ومنها المحمديات وهي سناسل ينكتب عليها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، وبناس تعلق بيها جراس ذهب للطفل أول ما ينولد، وبي المنطيف والرش والبروش وسن الفيل وسن الذيب والعوينة، وهذول كلياتها تتلبس بالحلق. أما على الرأس فما نسيوه، كانوا يصيغون شغلة اسمها الغازي وهي عبارة عن طاقية من الذهب ونازل منها شراشيب بيها ليرات ذهب. أما الحزام والجدلات فهي نوع من الأنواع اللي انقرضت، الحزام للخصر والجدلات كانت تتوصل بالشعر، طبعا هي للنساء فقط وتدل على الظهر مضفورة مع الشعر وبيها شراشيب تطلع صوت عند المشي. وبي نيرات الذهب أو الليرات واللي كانت تتسمى كل وحدة بفترة السلطان يلي انسكت بدوره، فبي الحميدية على اسم السلطان عبد الحميد، والمجيدية للسلطان عبد المجيد، والرشادية للسلطان رشاد. طبعا هاي الأخيرة لساتها مستعملة ودارجة لأيامنا هاي. غالبية الذهب الديري عياره 21، القلة القليلة بس هي يلي تجي عيار 18 أو عيار 14. ولو تعرفون أن الموظف الحكومي بالخمسينات كان يقدر يشتري جوز مباريم كل 3 شهور يلي حقها تقريبا 400 ليرة سورية، وأنه الساعتين لغرام الواحد عدل 100,000 بمراحل، وما يحلم الواحد يشتري لونه ذرة ذهب لأنه يا دوب قام يأكل. فشلون كانت سوريا ووين صفت؟